يغيب على تشكيلة الفريق في مباراة اليوم. توفيق الشريفي في خط المحور يلعب مع حمزة العقربي، يخرج محمد علي العمري موجود في موقع تسلل، موجود في نبيل عمارة، تذيع عليها الكرة لكن يصلح وتذيع عليه في الأخير، تذيع ويرجع الهجوم لفريق الأولمبي ويصلح، يصلح ويسام بن يحيى ويتحصل على المخالفة، يتحصل الذوادي وما زال الحوار متواصل. حكم المباراة باديس بن صالح في مناطق الجزاء، الزوير الذوادي التنفيذ المباشر، التنفيذ المباشر والحارس يتصدى، الكرة هذه تجي على يمين الحارس اشرف كثير، التنفيذ وسام بن يحيى بالراس مرولة امادو صابو، كرة في مناطق الجزاء يسقط لاعب اولمبيا البيجي، التوزيع وتدخل، التدخل موجود اشرف كثير للجهة اليمنى لحمزة العقربي، يعمل الكنترول يوزع حمزة العقربي بالراس ولهدف المباراة وسام بن يحيى. مارس 2022 في حين كان الفوز للافريقي في مباراة الذهاب، نحكيو على الموسم الماضي بنفس النتيجة 4 نوفمبر 2021 وأجل الأولمبيا البيجي. تبقى لوسام بوقرة يعمل المراوغة لخالد الغرسلاوي، بلال آية مالك يضرب الكرة في توفيق الشريفي، موجود وسام بن يحيى يسقط افريقي، أمادو صابو يطلب الكرة، آدم الطاوس توصل له يعمل الكنترول، آدم الطاوس يطلع معاه ياسين وتوزيع، التدخل الدفاعي، التدخل الدفاعي في الوقت المناسب في المباراة، والثانية اللي تجي على الجهة اليسرى للحارس اشرف كرير، امادو صابو باش يوزع الكره، صابو يصوب الكره تضرب، تضرب في لاعب الاولمبيا البيجي وتخرج. هكذا هكذا عبرت جماهير الافريقي تعبر في هذه اللحظه في المدرجات. بندرول التصويب الكره من ادم الطاوس وتدخل دفاعي، التدخل في وسط الميدان، ضاعت الكرة ترجع عكسية الافريقي، محمد علي العمري التدخل من جانب الاولمبي البيجي، تبقى الافريقي التوزيع تصويب والحارس، التصويبة كانت من محمد علي العمري. احمد خليل لحمزة العقربي، زوير الذويتي قدام المدافع محرز بالراجح، والكرة ضاعت في الاخير 6 امتار للاولمبيا البيجي. كرة للنادي الافريقي والضغط هنا العفوة كانت من نبيل العمارة، التصويب الكرة تضرب في مدافع الافريقي والركنية، الركنية للاولمبيا البيجي في مناطق الجزاء الخط النهائي لحارس الافريقي نور الدين الفرحاتي، بلال آية مالك ياخذها بالراس، ياخذ بوزو الكرة 6 امتار، ضاعت الكرة على كومباسا، عثمان كومباسا الهجوم اختير كرة في دفاع الافريقي في مناطق الجزاء، يعمل المراوغة تذيع الكرة، تذيع الكرة وستة كان خذا مكان خالد الغرسلاوي ومحمد امين الحبوب، اختير كرة للاولمبيا البيجي، فرصة تعادل ممتاز ممتاز، التدخل من نوردينا الفرحاتي، نوردينا اسامة بوقرة قدام زوير الذوادي، يخرج من زوير الذوادي، الاختير كرة في دفاع الافريقي، التصويب الكرة تضرب في زميله، ترجع ترجع عكسية في دفاع الاولمبيا القرة، يطلب الكرة في دفاع الافريقي محمد امين الحبوبي، توصل الكرة هدف التعادل، هدف التعادل قلنا توصل القدام، بلال آية مالك يقطع الكرة، بلال آية مالك لكن يصلح امادو صابو في مناطق الجزاء، يعمل صابو يصوب الكرة تضرب في المدافع والركنية، الركنية لاحمد خليل يبدل الجهة اليسرى وين موجود ادم الطاوس لنبيل العمارة، التوزيع التدخل بالراس مرة أولى، ثم زوير الذوادي في مناطق الجزاء يوزع الكرة بالراس، ضاعت الكرة، ضاعت الكرة من امادو صابو، ثلاثة ملاعبية في من تدخل من غازي عبد الرزاق، لكن تبقى الكرة لعبد الرحمن الحنشي، يخلي الكرة للاعب الاولمبي البيجي، تضرب في وسام بن يحيى هو مدافع الافريقي، يوصل لعبد الرحمن الحنشي، عبد الرحمن الحنشي الهجوم المعاكس، اختير اولمبيا البيجي يضرب الكره في احمد خليل، مره اخرى التوزيع في دفاع الافريقي على الكره كما جات، يعمل الكنترول ممتاز اسامه بوقره، يفصل خليقه صاب، اختير كوره، هدف ثاني اولمبيا البيجي، هدف وادم قرب ثلاثي خط الامام، الكرة في دفاع الافريقي، اختير كرة مرة أخرى، التألق المرة هذه للحارس، التألق المرة هذه للحارس.
يلعب مع توفيق الشريفي. الكرة لحمدي العبيدي برا، سهلة الكرة، سهلة الكرة في دير الحارس أشرف كرير، تقريبا 30 متر وأكثر شوية على مرمى الحارس أشرف كرير. زهير الذوادي قريبة الكرة، قريبة الكرة على مرمى الحارس الأولمبي. 3-3 العودة الدفاعية، كرة لعبد الرحمن الحنشي يحاول يدخل مناطق الجزاء، اختير الكرة، فرصة الثالث، فرصة الثالث، تألق من الحارس، تألق من نور الدين الفرحاتي، نور الدين البيجي. الكرة اختيرة في دفاع النادي الافريقي، بالراس تدخل الدفاعي، تبقى الاولمبي البيجي. التصويب كما جاءت، ضاعت الكرة، ضاعت الكرة 6 أمتار زهير الثوادي ليهدم الطاوس. مرة أخرى زهير الثوادي، الكرة ليهدم قرب كما جات، كما جات هدم قرب.